أنا أحب نطلب من الله القدير أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة إن شاء الله. الإخوان ديالنا اللي تشاهدونا لأول مرة ما يبخلوش عندنا بواحد الاشتراك وبواحد اللايك، فضل الأمر بطبيعة الحال، ومداو الفيديو ديالنا على بركة الله. الإخوان كل شيء تذكر ديكريت السكريت الأول والثاني اللي كان خرج بهم وزير الداخلية آنذاك ماتيو سالفيني في الحكومة السابقة، واللي هو الآن في الحكومة ديال جورج مينوني، وتشغل النائب ديال رئيس ديال الحكومة اللي هي جورج مينوني بطبيعة الحال، وتشغل كذلك منصب ديال وزير البنية التحتية والمواصلات في الحكومة هذه ديالها حاليا. كما تعرفوا كانوا خرجوا جوج ديال الديكريتوات ديال السكريتسا، وكانوا يعني تحيدوا هذوك الديكريتوات، ولكن الآن تخرج علينا الحكومة ديال جورج مينوني بواحد ديكريتو كذلك ديال السكريتسا اللي فيه كذلك تضييق على المهاجرين وعلى الاجانب اللي كاينين هنايا في ايطاليا. بطبيعة الحال تيحمل كذلك في الطيات ديالو هذا القانون اللي غادي صافي يعني اللي غادي يخرج، كذلك قوانين اخرى تتعلق بالشرطه، وكذلك قوانين تتعلق كذلك بالسجون. مهم باش ما غاديش نطول عليكم بزاف، يعني غادي ندخلوا نتكلموا على هذا الديكريت، وهذا كما قلت لكم يعني في تضييق الخناق على العديد ديال المهاجرين، وخصوصا حتى يعني الناس اللي واخدين الجنسيه الايطاليه. كما تعرفوا يعني الدوله يعني ممكن انها تحيد الجنسيه الايطاليه لاي واحد، تشوف فيه الدوله بانه تشكل خطر على الامن ديالها وعلى السياده ديالها الايطاليه. كما تعرفوا يعني نورمالمون الاوراق يعني غتحيدوا الناس يعني الاوراق على البيرميس سجون من غير الجنسيه، ممكن تحيد الانسان في حاله مثلا اللي ارتكب كما قلنا يعني بعض الجرائم اللي تتمس بالامن ديال الدوله او الارهاب كما هو معروف. في هذه الحالات يعني تتحيدوا الانسان الاوراق ديالو حتى الجنسيه هي كذلك تحيد. هذه المره هذه يعني كذلك غيرجعوا لهذه المساله هذه، يعني خصوصا الناس اللي عندهم الجنسيه كما تعرفوا، الناس اللي ما عندهمش الجنسيه بطبيعه الحال الامور سهله بالنسبه لهم انهم يحيدوا لك الاوراق. فبالنسبة للناس اللي عندهم جنسية كما قلت لكم يعني مسألة شوية صعبة. وكان يعني اللي كان القوانين اللي كانت سابقة هو أنه في الثلاث سنين الأولى اللي ياخذ فيها الإنسان مثلا الجنسية الإيطالية يعني ما خصوش يدير فيها المشاكل نهائيا، وإلا ممكن أنهم يحيدوا لك الجنسية ديالك في الثلاث سنين الأولى اللي يعطوك الجنسية، ممكن أنهم يحيدوا لك درتي بعض المشاكل ماشي غير الإرهاب، يعني يكون مشاكل فيها مثلا النصب والاحتيال، فيها أمور اللي تتمس يعني كما قلنا بالسلامة ديال حتى ديال المواطنين اللي كاينين هنا في إيطاليا، ولي بعض يعني الجرائم ممكن أن تكون تشكل فيها خطر يعني كما قلنا على الامن القومي او الامن الايطالي. المهم هذه المساله ديال الثلاث سنين دابا غادي يحولوها لعشر سنوات، يعني في المده ديال العشر سنين الاولى لا تاخذ فيها الجنسيه، يعني ما خاش الانسان يدير مشاكل كبيره كما تعرفوا، خصوصا كما قلت لكم يعني هادشي ديال الارهاب وهادشي ديال يعني اللي غادي يمس بالامن الدوله. مهم هادشي يعني كما هو معروف يحيدوا الانسان الجنسيه الايطاليه. مهم كما قلنا دابا غتولي المده ديال 10 سنوات الاولى ياخذ فيها الانسان يعني الجنسيه، فخصوش يدير فيها المشاكل، خصوصا دابا كما تنتكلموا يعني على الشيء اللي واقع دابا كما تعرفوا الحرب اللي كاينه دابا حاليا. الانسان اخوتي خاصو ياخذ الاحتياطات ديالو ويبعد على المشاكل كما تعرفوا، تقلبوا الان تقلبوا غير تسبه لعباد الله، يعني حيدوا لهم اوراق ديالهم وسيفطوهم على البلد ديالهم. كما تتعرفوا كذلك وتشكرت كلمات عليه جورج ميلوني شحال هذه كذلك فيما يخص المهاجرين اللي كاينين، وكلشي تعرف بانه يعني تم واحد اتفاق مع الدوله ديال البانيا انه الناس اللي غادي يشدوهم ولا غيسيفطوهم كذلك، وخصوصا اللي الله غادي يدخلوا مثلا غيشدوهم في وسط البحر بطبيعه الحال غيسيفطوهم للبلد ديالهم، ورتبقوا يعني مع السلطات الالبانيه بانهم غيبنيو ملاجئ تما ولا تشيترو دي كوليانسا كما تنقولوا، غيبنيوهم تمايا في البانيا وبداو يصيفطوا ليه عباد الله. وهادشي هو كذلك يعني لقى يعني واحد المعارضه، ولكن غادي يعني هما في اتجاه الحكومه ديال جورج ميلوني يعني غادي في اتجاه انهم يبنيو هاد الملاجئ هادو او هاد المراكز ديال الايواء، وماشي غير في البانيا كما قلت لكم، لان كانت تكلمات على هادشي حتى كذلك مع الدول ايهمت الدول ديال شمال افريقيا خصوصا ليبيا اللي تنعرفوها يعني اللي تيدخلوا منها المهاجرين بزاف، وكانت كلمات كذلك على هد المشروع على انه يتم البناء ديال المراكز ديال الايواء، وكذلك حتى المساله ديال اللجوء يعني اللي عنده الحق في اللجوء بطبيعه الحال يتم الدراسه ديال الملف ديالو في هذه المراكز هذه، ولا تمت الموافقه ليه يعني يتم يعني الترحيل ديالو الى ايطاليا. بلا ما نتكلموا كذلك فيما يخص السجون ايطاليا، فالناس يعني اللي قربوا سالوا المده ديال السجنيه ديالهم
ويعني وعندهم مشاكل وما عندهمش حاجه غادي تشدهم، يعني في ايطاليا ما عندهم عائلات ما عندهم والو. مهم هاد الناس هادو كذلك يعني غادي يتم الترحيل ديالهم، خصوصا كما قلنا الناس ديال شمال افريقيا، المغرب، تونس، الجزائر. يعني كاين اتفاقيات على انه غيتم الترحيل ديال عدد كبير ديال السجناء من السجون الايطاليه الى البلدان ديالهم. بطبيعه الحال هذا الديكريتو هذا ديال الامن اللي خدات به الحكومه ديال جورج ميلوني في الطيات ديالو، كما قلنا بزاف ديال التغييرات، بزاف ديال القوانين، واللي من بينها كذلك المساله اللي تتخص يعني السلاح ديال الشرطه الايطاليه. يعني ممكن يعني مسموح لهم دابا الان انهم يحملوا السلاح ديالهم من غير السلاح الرسمي يعني اللي تتعطاهم، ممكن انهم يحملوا السلاح ديالهم خاص يعني شراوه مثلا ديالهم هما، ممكن انه كذلك يتم الحمل ديالهم، ممكن انه يعني يهزوا معاهم في الاوقات يعني ديال انهم خارج العمل. وبطبيعه الحال تكون عندهم يعني صلاحيات اكثر ولو انهم يعني من غير الزي الرسمي ديالهم، يعني من غير اليونيفورم ديالهم ممكن انهم يقوموا كذلك بالعمل ديالهم. وممكن كما قلت لكم يعني في هذا القانون الجديد ممكن انهم يحملوا سلاح من غير السلاح الرسمي اللي عطيها لهم الدوله. المهم اخوتي هذه الحكومه هذه ديال جورج ميلوني يعني تتعلن بانها يعني وتتهدد كذلك بانها يعني غتستخدم جميع القوه ديالها والقدرات ديالها فقط يعني للمحاربه ديال الروم كذلك، كما تعرفوا تنقول لهم زينجر هنا في ايطاليا كما هو معروف، وكاين المشكله ديال يعني ديال زينجر يعني كما هو معروف كذلك انهم يعني تقوموا بالسرقه، وسيرتو يعني العيالات ديالهم كان من غير الممكن انهم يعني يدخلوهم الحبس ولو انهم يقوموا بعد الجناح ديال السرقه كما هو معروف، ما كانش ممكن انهم يدخلوهم الحبس لانهم عندهم اطفال او لانهم يعني حاملات مثلا. فالقانون كذلك بالنسبه لهم يعني تبدل العيالات، يعني هاد الروم يعني واخا يكون عندهم اطفال ولكن من تحت حتى السن ديال 3 سنوات فممكن انهم يدخلوها السجن. فقط العيالات اللي حاملات ممكن انهم لحيت الساعه يعني باقي ما داروش قانون انهم مش ممكن انهم يدخلوهم الحبس او لا. مهم اللي كاين دابا هو اللي يكون عنده طفل مثلا عنده عام ولا عنده عامين ولا عنده 3 سنين كذلك ممكن انها يعني يتم القبض عليها. كما تعرفوا هادشي راه شفناه في التلفاز العديد ديال المرات خصوصا في البرنامج ديال ستريت شارل نوتيسيا كما هو معروف، يعني كاين فعلا كاين المساله الظاهره ديال السرقه خصوصا النساء يعني الروم كما هو معروف. مهم على اي المسائل اللي هي يعني ضد الانحراف راه ما كاين حتى شي مشكل، ولكن كذلك يعني الدوله كذلك ايطاليا تتحمل المسؤوليه ديالها في ايجاد الشغل في ايجاد العمل كذلك لهاد الناس هادو اللي كاينين في ايطاليا. ما تتكلمش على الروم لانه كما هو معروف تعرفوا جميعا بانهم الاغلبيه ديالهم ما تيبغوش يخدموا. ما غاديش نطول عليكم اخوتي بزاف لانه كما قلت لكم الديكريتو راه خاصو يعني باش نقراوه كامل بجميع يعني المعلومات اللي فيه والقوانين اللي جات به. الا انه اللي نبغي نوصيكم انه الناس اللي ما عندهمش اوراق ولا حتى اللي عندهم اوراق يعني راه بحال انسان ياخذ الحذر ديالو، يحاول يعني يحضر راسو، يحاول ما يدير شي حاجه اللي يخليهم انهم يعني يشدوا فيكم مثلا ويلفقوا لك شي تهمه اللي انت في غنى عنها ولا تولي في شي مشاكل اللي انت كما قلنا في غنى عنها. انسان مشى لتما باش يخدم على راسو ويبعد من جميع الامور يعني اللي غادي تقدر تشكل ليه مشكل. ما بقى لي الا نودعكم اخوتي على امل اللقاء بكم في شي فيديو اخر او في شي لايف اخر. لاول مره بطبيعه الحال تيشاهد معنا هاد القناه هذه اللي هي القناه ديالكم ورا دائما معكم كما قلت لكم، ما يبخلش علينا بواحد الاشتراك وبواحد اللايك فضل الله من بطبيعه الحال، وطلعوا لي في راسكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.